دكتور حسن، في العراق كده بعض الاطعمه اللذيذه، انا بقول لذيذه لان انا دقتها، اللذيذه اللي هي متصله بالمولد، زي ايه مثلا؟ والله يا مولانا، هو بشكل عام الحلويات والاطعمه تطبخ بشكل عام في البيوت وفي المساجد وتوزع، والمعروف الاكل المشهور بشكل عام الاطعمه يعني الارز مع اللحم الضأن مع يطبخ وطريقه يعني يوزع الثريد مع الارز، نعم يوزع على الناس وتطعم الناس جميعا. لكن من في المولد ده كده، فالمولد موسم كبير، في المولد موسم للاطعام، طبخ في المساجد، الطبخ في البيوت، الطبخ في الميادين العامه وتوزيع الطعام. خليني اقول لحضرتك ان الناس في بلادنا، عشان بس الناس تعرف قد ايه حب رسول الله بيفوح، وخاصة في ايام المولد لما الناس بتحب تحتفل بحضرة النبي، تحتفل بما يحب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الدخول الى الجنة، فيقول ان الجنة ندخلها باطعام الطعام وافشاء السلام. سبحان الله، سبحان الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان اطعام الطعام دوت في سر عجيب الله في الحياه، الله الله، ولذلك ما في مره شفت موسم، وخاصه ما في المولد، الا والناس تطعم فيه اطعام عجيب. والله يا سيدنا، وانا في الطريق اليكم الى التصوير الى المكان، سبحان الله جاء في ذهني، قلت انه اذا كان اطعام الطعام في الايام العاديه هو امر من الامور العظيمه في هذا الشرع الشريف، فكيف باطعام الطعام في مولده صلى الله عليه وسلم؟ يزداد قيمه ويزداد فرحا ويزداد يعني بركه بهذا اليوم المبارك. بس انتم بتطعموا الطعام بقى، عندكم حاجه كده سبحان الله فريده، في نوع من الحلويات اللي هي الزرده. الزرده سبحان الله قريبه جدا الى الرز بلبن هنا، يعني الرز بلبن تصنع ماء وسكر وحليب وشيء من الزعفران الذي يضفي عليها طبعا اللون الاصفر. هيبقى لونها اصفر بقى. اي نعم، وبعد ان تنتهي يوضع عليها هكذا الدارسين او القرفه، القرفه اللي هي المسحوق يعني توضع عليها وتوزع. يعني انت كده جريت ريقه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله عندنا يا مولانا، عندنا ان شاء الله عندنا يا مولانا باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي. فهي عباره عن بلبن مع رز، مع ماء، مع رز، مع سكر، مع حليب، مع زعفران، مع زعفران، وبعدين قرفه فوق تاخذ اللون الاصفر. هي الزرد طبعا اسم الاصل، اسم الزرد، الزرد هو بالفارسي هو اللون الاصفر، الاصفر فاخذت هكذا الزرده من الزرد. والزرده سبحان الله ايضا هو مصطلح موجود في المغرب العربي يطلق على الحضره، يستخدم هناك في الحضره، في الجزائر، في كان اللي متن وجودها هنا فكره ان هي الطعام الاصفر اللي هو بيكون في الحضره. سبحان الله. اي نعم سبحان الله. فهي لها استعمال ولها كلمه، لها حضور في الوسط يعني. حضرتكم في المولد بتاكلوا الزرده في الصباح ولا في الظهيره وفي المساء؟ والله في يعني يبداون من بعد من احيانا في الصباح توزع في بعض الناس، في الصباح في ناس تصنع عصرا، توزع في طرقات، توزع في البيوت بين الجيران ابتهاجا بالحبيب عليه الصلاه والسلام، تهاد وتحب وتوزع هكذا، تصنع حتى من بعض المصانع وتوزع في علب على الناس يعني في الاحتفال المركزي. سبحان الله. في الاعظميه يعني بيعملوها كده علب جاهزه وتوزع على الناس، وتوزع كذلك. نعم سبحان الله. لا انا لازم اجي المولد بقى، اروح في المولد في العراق عشان اكل الزرد. يكون النور والبركه والشرف. الله يبارك في حضراتكم يا رب، رفقه وصحبه ان شاء الله. الله يرضى عنكم يا سيدي. الله تعالى. ايه بقى من الانشاد كذلك اللي حضراتكم بتحبوه في اجواء المولد وبتحب تسمعه؟ يعني سبحان الله، يعني هي كثيره حقيقه الاناشيد، ولكن لا اعرف، زين الحرم ممكن، زين الحرم تقال ايضا، وفوق الحرم، فوق الحرم ايضا، او فوق الحرم كما يقولون، فوق الحرم يعني اهل العراق يحبوا. نعم. فوق الحرم فوق. نعم. يلا يا شيخ محمود، شيخ محمود اسمعنا. يلا.